السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة. معانا النهاردة حاجتين، حاجات متعلقة بالإلكترونيكس شوية. معانا SSD أو Solid State Drive زي ما بيقولوا، وده يا جماعة بيعتبروه الجيل الجديد من الهاردات. خلاص بقى الهارد بتاع زمان اللي كان جواه المغناطيس والديسك والابره واللي لما بيتخبط يعلق، لا ده انا عايز حد يلحق لي الداتا من على الهارد، لا ده الابره فيها مشكله. الهاردات دي المفروض ان هي حلت المشكله دي. طبعا الناس كلها بتتكلم مميزات الاس اس دي. مبدئيا بيتكلموا عن السرعه، انا مكتوب عليه ده كينجستون، بيتكلموا على انه 10 اكس، يعني 10 مرات اسرع من الهارد العادي. بس انا يعنيني اكتر او شايف ان ميزه اهم اكتر ان الاس اس دي ما تخافش عليه. يعني انت لو معاك هارد عادي ما تعرفش تاخده تحذفه كده، ما تعرفش تخبطه، تخاف بقى الابره تتهز من مكانها يحصل مشكله جوه الهارد. الهارد ده ما فيهوش حاجه بتتحرك من جوه، ما فيهوش اجزاء ميكانيكيه، وانا شايف ان دي اهم ميزه في الهارد ده. حاجه تانية اللي معانا كابل ساتا، عشان لو معاك هارد ولا حاجه تقدر توصله اكسترنال باللاب او بالكمبيوتر. كان ليا تجربه قبل كده مع راك برضه USB، بس ما كانتش تجربه ناجحه قوي. فهنجرب ده مع بعض النهارده. المفروض ان ده بياخد باور خارجي من شاحن او باور بانك، والناحيه التانية او USB تاني بيوصل على الكمبيوتر او اللاب علشان يقرا الداتا. فيلا بينا نجرب مع بعض ونقول بسم الله. هنبدأ أول حاجة بتجربة الـ SSD. هنركبه على اللاب، وطبعا الهارد الطبيعي إن هو معلهوش أي داتا، والمفروض إن هو كمان مش متقسم. هنشوف مع بعض، يعني هنركبه ونشوف نعرف نقسمه بقى الدنيا تمشي إزاي. هنشوف مع بعض، نقول بسم الله. الهارد بتاعنا اهو، ده هارد HDD عادي. الكابل الساتا، نقول بقى بسم الله ونفتح الهارد بتاعنا. يعني انا ما بحبش ابوظ العلب دي، وبحاول قدر المستطاع ان يعني اطلعها باقل ايه اقل اضرار. يعني طبعا مش محتاج اقول لكم يا جماعة، فرق وزن رهيب، يعني بدون مبالغة الهارد ده مش اقل مثلا من 5 6 مرات وزن الهارد ده. خفيف تماما تماما، حاجة كده ريشة، ملوش وزن. نحاول بقى نركبه في مكان التاني، نقول برضو بسم الله.
احنا كده خلصنا هارد لك المكان اهو فيتنج تماما مكانه ان شاء الله مفيش اي مشكلة. طبعا انا مش هقفل دلوقتي عشان وقت الفيديو، فهنجرب بس نفتح كده مع بعض. وكده الهارد هنا ما قراش، لربما عشان مثلا مش متقسم، فخلونا نروح نشوفه من الكنترول بانل. تمام، هو فعلا قاري معانا هنا اهو. هنفرمطه ماستر بوت، نقول اوكي. كده المفروض الهارد معانا قرا خلاص، نقدر ان احنا دلوقتي نقسمه. هنقسمه سيمبل فاليوم، نقول نيكست. انا حابب مثلا اخليه 3 بارتيشنز، اخلي البارتيشن مثلا 300 جيجا، كده تمام. نقول له نيكست. طبعا شفتوا اتفرمت ازاي هوا، يعني حابب نروح مع بعض كده بقى نعمل هنا ريفرش، ظهر معانا الدرايف الجديد. نقدر من هنا ندخل نكمل مثلا، بقى عندنا 600 ان الوكيتد. نقدر برضو نعملهم نيو فوليوم نيكست، ونعمل واحد كمان 300. تمام. وكده بقى عندنا 3 درايفات جداد، نقدر ببساطة طبعا نعمل لهم رينيم الاسم اللي احنا عايزينه. وتمام احنا كده خلصنا، تبقى لينا بس ان احنا نقول ان الهارد اللي كان معانا النهاردة هو كينجستون A400، يعتبر من الهاردات اللي مش سريعة قوي، بس كينجستون طبعا ماركة ليها اسمها، ويعني طول ما انت معاك الباكج بتاعها في فترة الضمان انت بتعتبر يعني في الأمان. ونشكركم وفاصل وهنجرب مع بعض الساتا كيبل. اهلا بيكم في الجزء الثاني اللي هنجرب فيه كابل الساتا. طبعا الكابلات دي يا جماعة ما حدش يعني يدور لها على ماركة وكده، عشان يعني هيبقى كلام مش منطقي. يعني الكابل ده تقريبا ب 53 جنيه، فيعني لو اشتغل هيبقى خير وبركة، طبعا ما اشتغلش لا حرج عليه. يعني نقول برضو بسم الله الرحمن الرحيم. كابلة وطبعا ماتريال بلاستيك خفيفة جدا، بس احنا بالنسبة لنا اللي يهمنا ان هو يشتغل.
نوصل الهارد بتاعنا. راكب كويس. ومعانا ال باور بانك. مش عارف صراحة المفروض يركب على انهي كابل، بس انا يعني اديله على الكابل التاني. ونوصل ال USB بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول الحمد لله شغال، ونجرب نقل داتا مثلا من عليه. في نسخة ويندوز 7 ناخدها كابي ونحطها هنا. تمام، نتكلم تقريبا فعلا في دقيقة. السرعة يعني مش بطالة. والكابل اللي هو بقى موضع مراجعتنا النهاردة الحمد لله شغال. يبقى بس ان احنا نطمن بقى ان احنا لما نعمل له سيف ريموف هيعمل سيف ريموف، عشان عادة الراكات والكابلات الساتا ما بتعملش سيف ريموف. عمل سيف ريموف، ودي حاجة لطيفة جدا. وبكده يبقى الكابل اللي معانا النهاردة أثبت نجاحه. وزي ما قلنا يا جماعة، الكابل ده من على سوق، سعره تقريبا 53 جنيه، مش غالي. تقدر بيه لو عندك أي هارد قديم في لاب تستخدمه كأنه هارد اكسترنال، وتنقل عليه داتا وتستخدمه وتتحرك بيه. ده شكل الباكج بتاعه، والمفروض ان هو بيقرا معاك لغاية 2 تيرا USB 2. يعني نظرا لسعره وامكانياته مقبول. وبكده يبقى انتهت حلقة النهاردة، ونشكركم جدا على حسن متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في مراجعة جديدة، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.